السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. معاكم محمد اشرف من قناه منح من كل الالوان. طبعا بس قبل ما اتكلم في اي شيء وموضوع الخدمه الجديده والحصريه اللي احنا بنقدمها النهارده، حابب اشكر كل متابعين قناتنا قناه منح من كل الالوان اللي تخطوا اكتر من 110 الف مشترك. الحمد لله قناتنا اصبحت من القنوات المتميزه في عرض الفرص والمنح، وطبعا نعتبر القناه الاولى اللي بتعرض منح وفرص بشكل مستمر. واتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو ده ان هو يتابعه لحد النهايه، لان هنتكلم فيه عن كل شيء وعلى يعني المعلومات الخاصه بالخدمه وازاي انت ممكن تقدر تحصل عليها. تمام كده. طبعا كمان ما تنسوش ان احنا قناه متميزه جدا وعرضنا خدمات واشياء كتيره سابقه، كان من ضمنها والحمد لله الخدمات دي لسه مستمره حتى الان، خدمه التقديم على المنح بشكل احترافي، بنساعدك ان احنا نقدم لك المنح بشكل متميز واحترافي، خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات. كمان السنه السابقه الحمد لله كنا اول قناه او يعتبر القناه اللي لحد دلوقتي ما زالت متميزه ان احنا عملنا فرصه تطوع وشراكه في فيتنام مع احد المؤسسات، كان مؤسسه تي بروفر، ويعني الحمد لله ساعدنا الكثير من الاشخاص. وطبعا كنا عملنا فيديو اعلنا فيه عن الاشخاص الفائزين، وبرضو كنا عملنا كورس لغه انجليزيه واعطينا شهادات لعشر اشخاص متميزين كانوا بيتابعوا الكورس، والكورس ده استفاد منه اشخاص كتيره جدا. وطبعا كمان ما تنسوش بقى ان في ناس طبعا يعني كتبت عننا ريفيوهات كتيره وفي فيديوهات اراء كتيره من عملاء قدموا من خلالنا، يعني الحمد لله قناتنا متميزه جدا. طيب الحاجات دي كلها طبعا لو انتوا حابين تتاكدوا منها وتطلعوا عليها هتلاقوها جميع روابط الحاجات اللي انا بقولها دي موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. وبرضو انا حابب اشكر طبعا فريق قناه منح من كل الالوان لانه فريق متميز ودايما داعم للطلاب، ودايما يعني بنحب التطوير وان احنا نطور من القناه وان احنا نشوف ايه الاشياء اللي محتاجينها الطلاب بنحاول نعملها، فاحنا يعني دائما معاكم في يد العون، فاشكر جميع القائمين على قناه منح من كل الالوان. طيب بالنسبه بقى لخدمه النهارده، طبعا في ناس كتيره جدا بتيجي وبتسالنا طيب انتوا هل بتامنوا القبول في المنح؟ يعني احنا بنقدم لمنح، طب تيجي ناس تسالنا هل انتوا بتساعدوا على تامين القبول وبتضمنوا القبول 100%؟ في الفتره اللي فاتت ما كناش بنقدر نعمل ده، ما كانش ده متوفر لنا، ولكن الحمد لله خلال الفتره دي عملنا حاجه متميزه جدا. الحاجه دي ان احنا عملنا شراكه مع مؤسسه من اقوى المؤسسات، المؤسسه دي بتوفر منح دراسيه مضمونه القبول فيها 100% في دوله الصين، تمام؟ واول ما انت تسمع دوله الصين يعني انت بتتكلم على احسن دوله في الدراسه من حيث اعتماد الجامعات، من حيث الاقتصاد، من حيث كل شيء، تمام؟ فالحمد لله المكتب اللي احنا عملنا معاه الشراكه دي هيوفر منح دراسيه 100%، المنح دي هتكون مميزاتها عديده، هتكون منح مجانيه هيشمل فيها الرسوم الدراسيه، هيشمل فيها السكن بنسبه 90%، هيكون الراتب الشهري موجود. المنح دي كمان هنشمل فيها كل المراحل الدراسيه، لو انت طالب بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه وعايز تقدم وتاخد منحه هنضمن لك المنحه دي كمان. ان شاء الله هيكون متاح فيها كل التخصصات، تمام؟ سواء صيدله، هندسه، حقوق، تجاره، كل التخصصات ان شاء الله هنشملها بس ما عدا تخصص الطب، تمام؟ لانه بيتدرس باللغه الصينيه وبيكون غير متاح. طيب انا مش هخش في تفاصيل دلوقتي لان الفيديو اللي انا عامله ده هو فيديو بس كده تفاصيل بسيطة عشان أعرف رأيكم في الخدمة اللي احنا نعملها، تمام؟ وهديكم كده نبذة عن الحاجات اللي احنا نوفرها. إن شاء الله بالتعاون مع المكتب ده احنا هنوفر القبول 100% وهنضمنه، تمام؟ والطالب هيتواصل معانا واحنا إن شاء الله بإذن الله هنبدأ اللي احنا نستخرج له الأكسبتنس ليتر أو الأدميشن ليتر من الجامعة، وهنوفر له الأدميشن ليتر ده، تمام؟ وهنساعده إن هو ياخد المنحة إن شاء الله 100%. كل الاوراق مش هيكون مطلوب منك شهاده ايلتس او تويفل ولا شهاده لغه، مش هيكون مطلوب منك شروط معقده، كل حاجه هنكون معاك فيها من البدايه لحد لما توصل للصين وتبدا دراستك، تمام؟ طيب بعد كمان ان شاء الله لما توصل للصين وحضرتك تبدا الدراسه احنا عندنا فريق متخصص هناك، الفريق ده هيكون معاك لو احتجت اي شيء، واجهت صعوبه في اللغه في اي شيء. لو انت حابب تشتغل اثناء الدراسه ممكن كمان، لان الصين فيها فرص شغل كتيره جدا، ممكن تلاقي فرص شغل في الدراسه، في التدريس، في اشياء كتيره جدا، وطبعا فرص الشغل بتكون الراتب بتاعها ما بين 700 ل 1200 دولار شهريا، فاحنا لينا اشخاص هناك ممكن تقدر تساعدك على ايجاد مثل هذه الفرص. كمان بعد التخرج لو انت حبيت مثلا انك تلاقي فرصه عمل في الصين وما الى ذلك، بيكون معانا فريق متخصص بيدعمك وبيوفر لك هذه الفرص. يعني احنا مش هنكون معاك بس ان انت تاخد المنحه، لا ده احنا هنكون معاك في الطريق بشكل مستمر وهنساعدك في كل حاجه انت محتاجها، تمام كده؟ طيب
انا زي ما قلت لكم مش هدي كل التفاصيل دلوقتي، لان في فيديو جاي ان شاء الله في الايام القادمه هنتكلم فيه عن كل حاجه، تمام؟ والفيديو ده ان شاء الله عشان بس المصداقيه وعشان الناس اللي هتطلع تقول طيب ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله، وازاي انت هتساعدنا نعرف ان انتوا ازاي صادقين وعندكم مصداقيه في الكلام ده. ان شاء الله الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن كافة تفاصيل الخدمه هيكون في احد ممثلين هذه المؤسسه اللي احنا عملنا معاه الشراكه، هيطلع وهيتكلم عن الشراكه اللي حدثت ما بيننا، وعلى انه يعني مؤسسه معروفه جدا وان هي بتوفر قبولات في دوله الصين، تمام؟ هيكون كمان في نماذج الاخطبوط قبول احنا طلعناها لاشخاص، اخطبوط قبول في المنح. كمان هنعرض فيديو لاشخاص بالفعل قدمت من خلال هذه المؤسسه، اشخاص من دول عربيه واشخاص من دول اجنبيه من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، يعني ان شاء الله هيكون كل شيء قدامكم بالدليل. كمان هنعرض عنوان المؤسسه دي فين، موجوده في اي دوله تحديدا، ومقرها الرئيسي في اي مدينه، العنوان بالتفصيل لو حد حابب يروح ويستكشف هذه المؤسسه ويتعرف عليها مفيش مشكله برضو ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنحط بين ايدك كل التفاصيل عشان يكون الموضوع فيه مصداقيه، لان يعني في ناس كتيره بتعرض مثل هذه الخدمه، تمام؟ طبعا المؤسسات بتكون مؤسسات مجهوله، يعني مفيش قنوات بتعرض مثل هذه الخدمه، احنا متميزين الحمد لله في عرضها، تمام؟ لكن في مؤسسات تانية بتكون مؤسسات مجهولة ما بتعرضلكش أي تفاصيل ولا بتديك أي بيانات عن مين الناس اللي اتقابلت من خلالهم، طب فين مقرهم، طب الحاجات دي احنا هنجمع لك كل حاجة من إيدك عشان أنت تبقى مطمن وأنت بتقدم للخدمة دي، تمام كده؟ طيب احنا ان شاء الله زي ما قلنا التفاصيل دي كلها هتكون في فيديو ان شاء الله خلال الايام الجايه، بس احنا الفيديو ده عاملينه عشان نعرف راي الناس في الخدمه دي، يعني رايك انت في الخدمه دي ايه؟ هل حابب تشترك فيها ولا لا؟ عشان برضو ممكن يحصل لنا مثلا ان يكون في ضغط في الطلبات على الخدمه دي، فانا عايز الناس تبدا تجهز نفسها وتستعد للخدمه دي من دلوقتي، عشان ممكن يجي لنا واحد فينا واحد عايز يشترك في الخدمه دي بس يحصل عندنا ضغط طلبات وما يكونش في مقاعد متوفره، عشان كده جهزوا نفسكم من دلوقتي. وما تنسوش طبعا انكم لو مهتمين بالخدمة دي ياريت تكتبوا كلمة مهتم في صندوق الوصف اسفل الفيديو في الكومنت، تمام؟ في كومنت اسفل الفيديو ده، ولو ان شاء الله جمعنا اكتر من 500 كومنت ان شاء الله بإذن الله هنكمل في عرض هذه الخدمة. وطبعا انا حابب اقول ان الخدمه دي هيكون فيها رسوم، تمام؟ طبعا الرسوم دي هتكون للمصداقيه عشان مش اي واحد، يعني انا لو قلت ان الخدمه دي مجانيه طيب في رسوم لازم تتدفع مقابل الخدمه اللي تتعمل لك، انت هتاخد منحه، انت مش هتاخد قبول جامعي اصلا، ده انت هتاخد منحه فيها سكن، فيها دراسه مجانا، فيها راتب شهري، يعني لازم هيكون فيها رسوم عشان ضمان الجديه كمان، تمام كده؟ فانتظرونا ان شاء الله خلال الايام القادمه، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده عشان تعم الفائده للجميع، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.